بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. حيث قال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال سبحانه في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فهي ليلة عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتني بها صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم العشر الأواخر من رمضان يتحرى هذه الليلة ويقول التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، يعني الأوتار أرجى وأحرى 21 23 25 27 29 مع أنها تلتمس في الليالي كلها العشر، لكنها في الأوتار أحرى وأحراها ليلة 27. والسنة للمسلمين رجالا ونساء أن يتحرفا في العشر كلها وأن يجتهدوا في قيام هذه الليالي بالصلاة والقراءة والدعاء تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلبا لهذه الليلة. والله يقول فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها والاجتهاد فيها في الأعمال الصالحات أفضل من العمل في ألف شهر ما سواه. ولها علامات، منها إضاءة ليلتها مع أنها تكون في آخر الشهر في العشر الأواخر، لكن تكون ليلتها المضيئة أكثر إضاءة من غيرها. ومنها انشراح قلب المؤمن فيها وسروره. ومنها أن ليلتها أن صباحها تطلع فيه الشمس ليس لها شعاع، لكن هذه العلامة التي تكون في هذا الوقت تكون مقوية لرجاء الإنسان أنه أصابه إذا كان مجتهدا في تلك الليلة، وإلا هي لا تفيد الإنسان نشاطا في مستقبل الليلة لأن الشمس تكون بعد الليلة كما هو ظاهر، لكنها تقوي رجاء وتدخل السرور عليه أكثر. العائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية عند الترمذي صحيحة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فهي تقول ما ذكر صلاة الليل ولا ذكر الدعاء ولا الصدقة وغير ذلك أعمال عظيمة. نعم هي عائشة رضي الله عنها سألت عما تقول، قالت يا رسول الله ما أقول فيها، لم تقل رضي الله عنها ما أعمل فيها حتى يعمم ويذكر الأشياء الأخرى، قالت ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طلب المغفرة من الله التي هي سبب حقيقة النزول البركات والرحمات. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار والإكثار منه سبحان الله، يعني من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارزقه من حيث لا يحتسب كما جاء في الحديث قد حسنه بعض العلماء. يعني فذكرها بهذا المفتاح الذي مفتاح لكل خير، كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل.